هاي انا يامي، اذا انتم جدد هني او طلعت لكم بالاكسبلورر او بالريكومنديشن حياكم، لا تنسون انكم تتابعوني وتضغطون على زر الاشتراك وجرس التنبيه وتابعوني بكل القنوات الثانيه، وهذا لانه وايد راح يساعدني. و ثانكس في شكلي غلط يا يبوق القهوة، قاعد أقول لكم بسوي اشتراكات. إذا سوى اشتراكات أنا أول واحد راح يعني من المشتركين. المشتركين صح. قاعد شوف، هو أول شهر 20 دينار، بعدين يبلش خلاص 10 10 10، لأن أول شهر مع البطل. زين عيل دام كذي عندي سؤال. شنو؟ الحين اشتراك شهري. اشتراك شهري. إذا خلصت القهوة أنا خلال يوم. عادي تعال اصب لك واحد وتنطر 12 ساعة وتشرب. اوكي يعني اذا خلال الشهر انا قاعد ما اخلص مو حد. شوف بالشهر لازم تحدد لحظة عشان احسب لك. راحت عليك عيدان من باكر. شوف ثلاجتك مصفرة. مصفرة هو بتصفر. المشكلة المشكلة بتصفر. خلنا احسبها انا الكولد برو اسوي خل نقول خل نحسب على ايه. اوكي تقسيم 10,000 تقسيم 52. لا الكيلو كم 52 جرام فيها؟ أدري 1000 جرام. أدري إنه 1000 جرام. 52 جرام. كم 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 52 جرام بالكيلو؟ هذي يعني. شوف جوجل. 1000 تقسيم 52. اثنين لحظة. 1000 تقسيم 52. شو أنا قاعد أكتب 25؟ 19 بالشهر. حدك 19 بطل. بالشهر من تاريخ 1 لتاريخ 1 الثاني حدك 19 بطل. اوكي انا راضي. يعني لو كل يوم تي يوم متارك. اوكي عادي. تي بطل واحد بالاسبوع مشكلتك. اوكي عادي انا راضي. الشهر 10 دنانير. اوكي راضي. ايه النهاية اروح ابيع البطل هذا ولا لا؟ البطل لازم يرجع. لا البطل ما ابيعه. تبيع قلاصات. ايه تبيع قلاصات كيفك. اسوي شيء بزنس صغير. والله ارخص صدق. والله الشغل هذا اللي حتى قاعد اقول لك 10 والله ارخص من برا. كم يبيعون الحين الكولد برو هذا الكافيهات؟ لا ادري. الواحد نهرنا 750 الواحد. هذا اغلى واحد. امون انت كم شريتي الكولد برو قبل كم يوم من كوستا؟ كوستا لا اغلى. كوستا وايد. اي شوي كذي غير تراني. ايوه ايش يا اذا انت قزم. انا مو قزم. طيب انت هلا. هذه مو قاعد تستعملها. هذه لا لما اصور شو اسمه ال ماذا السوريات وريلز وهالسوال عليه عرض. دينار وشيء. دينار وشيء هذا مع عرض. مع عرض يعني تقول قول دينارين ربع دينارين. ما يغيرون. بس ايه خلينا نقول دينارين. دينارين خلينا نقول دينارين. دينارين اذا انت تشرب يوميا هذه كم؟ 60 دينار صح؟ ايه 60. اذا تشرب يوم مترك 30 دينار. اذا يوم مترك تشرب كولد برو من برا 30. انت تاخذ مني 19 بطل بعشر دنانير. لا لحظه نسيت. اي 10 دنانير 19 بطل.
بس اذا عديت وهو اساسا اللتر ينباع ب 10 10 وانا قاعد اعطيك 19 بطل 19 بطل شوف ماكسيمم بالشهر 10 بطل 19 وايد لا ليش لا وايد زين علشان زين انا اسمع علشان الصداقه والسنين اللي بيني بينك 12 يعني عرفتني عمري 12 صح تصدق 12 حلو 12 بطل بالشهر تكفى كل يوم لك خلقتي علشان اسوي لك واحد إيه؟ ولازم تنطر 12 ساعه اي عادي يعني يوم ترك علشان هالقهوه انا راضي لان يعني لان القهوه اللي يعجبني فيها هو شيء الطعم ثاني شيء انه مسويها بحب وحنان افا فاذا واحد مسوي قهوه مو بحب وحنان طعمها خايس لا انا تصير مره وايد بحب وحنان اسوي القهوه اسويها بحب وحنان فانا لازم هي اخذها صراحه اسعارهم دينارين وشيء وطبعا على حسب الكافيه غير اللي بترول اللي يبيعونهم دينارين وربع دينارين ونص هذا لا قول انا ترى بعض ما تروح اجرب ثونيتري انا شنو اسوي بعض المرات لما اروح ترولي وهذا اخذ لي واحد علشان اقارنه بين اللي انا اسوي احس انه ماكو فرق كبير يعني ماكو طبعا هو لانه وايد على حسب البينز الطعم وعلى حسب الكمية على حسب الماي الريشي وهالسوالف زين انت سؤال بس صبعك؟ انا لازم صج لازم تعرف زين ف ايه صار فيني خلاص ليش ادفع دينارين ونص كل يوم كذي وهذا اخر شيء انا اقدر اسويه هني ومضبوط يعني هذا الحين هذا الخطة ها بس ابي اشتري طاولة صغيرة حق حلو في عادة الحين كل الدعايات اللي اشوفها بالانستغرام كوفي كورنر وسوالف عاد انت وذوقك شوف الكورنر اللي تبي انا بس راح اشتري بس عندي شغل فايندر مانيول ما اعرف انا اعلمك عادي سهل بس اي وحدة راح تجيب اي انت راح تجيب العادية انا اللي عند الكومندانتي تعرف بروحها 95 دينار شيء كذي هذه اقوى مانيوال جرايندر اقوى مانيوال جرايندر قويه انا مضبط صد بس باكر نشرب كيمكس ولا ما تبي كيمكس كيمكس انا ما احبها مره هي صح مره ما احبها وايد مره شنو ما تسوي مره هي ثقيلة هي ثقيلة ليش انت تتبل في 60 انا تعودت عليها صدق ايربرس نفس الفي 60 كتل ك ك ك ك كليته بيبها الكليته هذه بيبها انا باقي لي الكليته اجيبها وانا عندي كل شيء عندي الايربرس والفرنش برس الفرنش برس صار لي كم يوم ما سويته قاعد اقول انا شو السالفه خلاص باكر باكر فرنش بريس باكر كيمكس هو في 60 في كولد بو خالي من الكافيين ما في شيء اسمه خالي من الكافيين بس هو اسمه خالي من الكافيين بس يكون الكافيين خلينا نقول 20% هنا بس يستعملون مواد كيمكلز اي بس خلينا نقول ان الحين هذه البينز يعني البينز العاديه لما تشربين قهوه مثلا خلينا نقول 100% فيها كافيين. انزين؟ لما تاخذينه مثلا المشكله لان الفوكس انت لما توخر وجهك يروح الفوكس لان الفوكس انا حاطه على صوب وجهك هني. هني الاوتو فوكس، زين؟ فا ايوه شوف الحين. تيكينج. المهم يصير 20%. يعني فيه بس يكون خفيف. يعني بدال ما يكون 100% عادي قولي له دي كاف يصير 20% لا غير هذا في مواد كلها كيميكال وانا والله لا دي كاف نو دي كاف الا اذا خلاص يعني ما بيخرب مو ما بيخرب نومه متاخر حيل وابي اشرب سنجل شوت سنجل شوت ترى فيها
اوكي يلا نص شوت هاف شوت نص شوت مع حليب راح تقل ممكن 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 تحمي تحميص داكن اي هو تشوفه لما تاخذين الاسبريسو تكون هي ميديوم تو دارك روست بس الفلتر كوفي دائما يكونون من اللايت للميديوم لان على قولتهم تصير خفيفه علشان الايحاءات مالت البينز نفسها اذا كانت فروتي ناتي وهالسوالف هذه بس من الميديوم الى الدارك روست حق الاسبريسو وانا احب وايد الاسبريسو انا احلى الاسبريسو عندي احلى من الفلتر كوفي بس ان المكاين غاليه يلا قريب احاول اها منك نتعلم اي انا غالبا شي اطلبها ديكاف اذا حزت ليل بس اي اي بس انا بالنسبه لي خلينا نقول اذا انا اليوم طبيعي عندي يعني قاعد 10 الصبح 9 الصبح قاعد مبكر بعد الساعه 6 المغرب نو كوفي نو كوفي يعني انت الحين شربت قهوه انا متحمس ودي اشرب بس ما اشرب لا لا انا ما راح لان على قولتهم لا شو راح انام قاعد العب شوي بعد شوي انت مواصل لا 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 بنام بعد شوي عيش ساعة واحدة يعني يتلف يعني لحظة شو اسمه الكاميرا مو حابت لا لا شوف ال علشان شو اسمه الفوكس بس الحين تمام الفوكس شوف يا جماعة في فقرة هني ايه الماكينة حاطها ببالي لونها ابيض ايش دراج ايش دراج لونها ابيض يا جماعة في فقرة هني زين قال اليس ان وندرلاند ما في هذا راح ابوقع على يوم يصير خير متتذكر الكلاس اللي جبت لي اياه مال اليس جايب لي اياه من ايطاليا كنا كلاس تمام ناسي شوف شاغلي هديه قبل 2017 كم كان اي سنه هذا قبل 17 4 3 7 قبل 7 سنين لا تحط صورها يعني نغزات ايه اخ حد ايه كم يا جماعه لا الناس نايمه كم واحد موجود موجود كان سبعة شيل واحد في واحد لا تحسبه الفان سكة هذا سوج سكة بان سكة زين الحين المخصوص عندنا رين عشان لا مو موجودة بستيم لها موقع خاص مو بستيم هذه انا الحين ما موقع خاص موقع خاص انا سويت تصويت على اللعبه لان فيها تو ماتش بليسنج الجمال فقاعد اشوف قاعد اشوف اراء الناس ان اسوي لها ستريم ولا لا قالوا لي عادي وانا قاعد العبها عادي ويب مود بس اللعبه صراحه مود والله قوية يعني الصراحة. أنا كنت مشي قاعد منسدح قاعد أطالع وتلعب وخلي ستيم شغال بس طالع وخلي لعب تحس بيسفل إي تحس بيسفل أحس إني بنام تحس أنا والله عجبتني اللعبة يعني كيفكم تعال راح أنزلها بس لازم نسوي لنا قلب حق بيقل حقنا حق أنت مسوي أنت تقدر لا أنا ما سويت للحين أنا داش مع قلب علشان أخذ نقاط أطلع منهم زين احسبنا احنا من بينزلها يا جماعه بس لازم من باري بوسات وريد في ريد ترى في ريدات بعد اي عادي 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 نقوم ننزل انا راح انزلها انا ليفلي يعني سيء اكيد التلفل سريع لا ليفل يطول يعني تاخذ وقت على ما تلعب التلفل هو لما تلعب مو نظام اكس بي تلعب يعطونك اغراض الماتيريال زادي تلفل فيها شخصيتك فكثر ما تلعب تاخذ اغراض واذا لفلت زياده الاغراض تزيد يعني ليفل الاغراض يعطونك اياها زياده فيها سكافنجر تدز شخصيات يروحون يبولك اغراض
كول اوف ديوتي بس لها رد البيت انزل لعبه قويه خلاص. عتي قاعد العب ريزنت ايفل 4 ريميك الاخيره. انا ما لعبتها للحين يعني مود ناسا. اول شيء كانت تحوشني جلطه. ايش جمب سكير؟ جمب سكير حاشني امس ومن اللعبه من القطوه. تخيل انا مندمج ومسكر الليتات ومندمج قاعد العب انا تعطيك نقزه ومع نقزه تماوي كان اعطيه ترفل والله ذبحتني. كان ايه لا ما لا ما يحرق ما يحرق هاي لا انا لا انا ما احب انا مو منه انا يعني يعني في واحد شايفين يا جماعه انمي باراسايت اكيد انت شايف. لا مو شايفه عارفه بس مو شفته. باراسايت عرفته انت؟ ايه عرفته. اول ما شفته كنت وصل لا تخرب عليه. لا اسمع اسمع ما راح اخرب اسمع سمعوا السالفه انزين. انا ما احب احد واحد معاي بالصف تابع انمي وكذي فصار قال يلا اوكي في واحد اسولف وياه وانا بهالحلقه الفلانيه وبقول له شنو يصير يعني شنو متحمس انا يقول لي اخر حلقه ترى يصير كذي 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 اوف. طبعا شنو هو الانمي اشوفه فرصه انت متاخر وايد بعالم الانمي زين. انت الحين ما تشوف انمي جوجو؟ لا لازم تشوف انمي يعني جوجو جزء الحين قبل سيزن 6 على طول جوجو. انا لا شفته كله سيزن قصدك سيزن 6 انا سمعت جوجوتسو. جوجوتسو زين لما خرب علي يا جماعه انا شنو سويت فيه وصل اولى بلشت طق بوكسات أو بو 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 بو. طبعا كله على كتفه اوكي ما يعني بس بوكس ما اشوفه اطقه بوكس. وصلت ثانيه نفس الشيء قاعد اسوي الله حررتك لمن ما قام يخرب باراسايت هي مسوينه موفي رياليستيك بس شكله عادي مو مسوي له شو اسمه هاي يسمونه لايف اكشن حسه عادي لايف اكشنز مو بعض المرات ما يكونون ذاك ذاك شوف باراسايت انا يعني ليومك ما فهمت انا ما انا ما شفت شوفها لان عندي سؤال حق النهايه فابيك تشوف بس اشوفها شوف يلا شغل انا مثل متاخر حيل بس شوي شوي قاعد اتابع العاب العب جيمز بس هو لا كلش ما يشوف ترى انا ما ش... انا ون بيس ما احبه على اي اساس ما تحبه قريت لا مالك شغل انت بالناس والناس ون بيس ون بيس مالك شغل فيهم مالك شغل فيهم مالي خلق اشوف انا مليون مليون حلقه لا 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 وايد. لا لا, لا. عشان بس بالعكس الانمي يسوى الصراحه. انت قاعد تشوف اب تو ديت؟ اب تو ديت اب تو ديت مانجا وانمي زين. واحد من الشباب ما راح اخرب بس عيدان راح صار اخر شيء حاولت زين كسر ال... ايه اوكي حلو. هذي واحد من الشباب كان بحلقه يمكن 400 اخترب عليه هذا؟ اه بس عشان هذا الشيء راح شاف الحلقة اللي نزلت علشان يرد يكمل. اوه خرب على نفسه خرب على نفسه انا ما اقدر انطر ما 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 لا 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 وانا شنو قاعد طالع قلت له والله يعني اذا راح تنصدم بس انا ما عمري شفت ون بيس بس تحمست حاليا واصل الحلقة 76 وي وراك دار شوفي شوفي كمله كمله وراك ألف ألف سنة تشد خلصي ما له شغل ما له شغل كمله كمله ترى وايد قوي وايد قوي خاصة إذا عشتي الجو وركزتي على الريليشن شيبس والصداقات اللي تصير التضحيات الشغل والباوندينج شلون يصير بين الشخصيات راح تستانسين ركزي كذي بس لا يصير نظام مطقطقين تليفون والشاشة شغالة ما راح تفهمي شيء مو هذه الانميز اللي لازم انت كل تركيز إيه لازم تركيز يعني مثلا جوجو انا ما اقدر اشوف جوجو الا مخي محير مخي انا فلازم انت انجليزي اي نفسي زين انا احس ترجمه اي بعض ما غلط انا شفت اذا هي من عربي من انجليزي لعربي غلط
فما بالك من ياباني لانجليزي انجليزي والله والله وصل لك الموضوع. اذا من الانجليزي للعربي كل شيء تبن لك تبن لك كلمه سبات تبن لك شنو والله يعني فما بالك لو ياباني. زين في سبات تخلي الواحد انه كنا مع الصبحين وفي سبات تبين انه سب عادي غشمره اي لا معصب. بس اذا كلهم تبن لك ايش دراني انت الحين معصب صج ولا غشمره اي يعني صج والله صح ولا العصير العصير النبيذ يعني اه انه يشرب الكثير من العصير. وعليكم السلام محمد هلا هلا معاك معاك يوسف ضيف الحلقه اهلا اهلا زين وجاي بس عشان ابوق قهوه يامي وابوق اغراضه وامشي ويمشي وياي بجامته ويمشي يمشي 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 امشي زين انا قبل لا امشي حبيبي حبيبي محمد شنو سؤالك؟ احسن انا صار برد ابو قهوه امشي بصب بعد اوكي بس نفس البطل مو تاخذ البطل الثاني لان البطل الثاني محجوز منو حق شخص اي من هالشخص هذا شخص ايش احجز بطول مو حقي انا دافعين وين خلينا نشوف اللينك ادفع خشوف لك وينه ادفع وراح اشوف ان انت دازلهم لك بطل خاص فيك باسمك واحط عليه السيكر بعد هنشوف ان انت داز لهم لينك وين والله عاد داز بس على ما ادور اوكي خلاص سامحت خلاص بس يا جماعه انا خلاص اصرف نفسي عشان هم ما برد حلو يا متحمس حق سايلنت هيل 2 ريميك لا سايلنت هيل اللعبه لا متحمس انا متحمس المفروض متحمس حق اللعبه بس البروباغندا خربت اللعبه اللي هو صدق البنيه من حلوه خلوها كذي مربويها مربع و اصخر بروباغندا زين عندي سؤال حق الجميع قبل لا امشي برا يلا ابو قهوه خلوها دبي والله ايه هو يخيرونكم يشون عالم Resident Evil ولا Fallout ولا Silent Hill ولا يكونون الالينز مهاجمين كوكب الارض او هذا لا مو اثنين هذا لا خمسة اربعة الحين ايه او انه كل شيء ثلج ما في بس ثلج Ice Age لا انا احب البرد بس مو ما احبه وايد اللي ثلج ثلج سايلنت هيل مستحيل انسى انا اذبح نفسي اول واحد لان في الوجنز وفي لا انزين فول اوت هم لا انا حياتي كلها بقعد البس ماسك كلها البس ماسك وقعد تحت الارض لا وحصاد ما لا انا رزنت ايفل رزنت ايفل زين اذا الحين صار زومبي ابوكليبس شو بتسوي؟ اقفل الباب بس بس اقفل الباب انا راح اقلب بيتي بيس وا حبيبي هني ربعنا والناس وتفكير خرطي راح يصير ممكن مع جروب هو جروب ايه لازم انا بالنسبه لي افكر برزنت ايفل رزنت ايفل بشكل عام يعني بشكل عام ما إيه في اجزاء لا 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 ما في اجزاء يعني يطلع لك نمس يطلع كله كله من الاول للاخير من الاول للاخير تعيش هالعالم اي يا حلو اسوي هذا بالنسبه لي اهون من الباجي انا الصراحه بين اثنين يا رزنت ايفل يا الحياه كلها شو راح تسوي بالثلج؟ عايش بنار ما يمديك تسوي شيء الا انت بثلج عادي عادي عادي؟ عادي تصير ايس كريم انا ابي ما تحب البار خلطي بيصير تفجير حدة المهم يا جماعة ما راح امشي على خير تصبحون على خير باكر كيف على العصر الله يشوفكم لا 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 ما نسيت ما نسيت روح 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 خذ الكرسي وياك وروح عروض سمر سيلزي